السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء سيكين إن شاء الله تعالى هم. إذ أنقذك الله من الضلالة، أنقذك استعمال. أنقذت إن العلم الشرعية ينقذ الإنسان من الضلال والردع. علم شرعی انسان کو گمراہی اور ہلاکت سے بچاتا ہے. ملکت دنیا بأسرها، بأسرها کا استعمال کریں یا بأسره کا؟ ان الناس بأسرهم لا يقدرون أي ينفعوك من الله شيئا. تمام کے تمام لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے. فتح آفاقا، اس کو استعمال کریں گے. فتح آفاقا ان العلوم الطبيعية فتحت للناس آفاقا واسعة من الحضارة والرقي والتقدم والتطور والوسائل. علوم طبيعية يعني سائنس نے انسانوں کے لیے آفاق، وسیع آفاق کھول دیئے، تہذیب و ترقی کے، تقدم و تطور اور آگے بڑھنے کے اور وسائل کے. یحدد حیاتک بشر، دھمکی دینا. ان هذا الرجل يهدد الشرطة بالقتل. یہ شخص پولیس کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے.
تهنأ بعيشك. ينبغي للإنسان أن يهنأ بالليل بالنوم. انسان کو چاہیے کہ رات میں آسودگی کے ساتھ سوئے، نیند کا لطف لے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين.